سلم مسيح يا حبي. اليوم رح نعمل فيديو رح فسركن شو يعني وسايا التالت احفظ يوم قرب، لكن كتير منيح لانه اليوم نهار الاحد وكتير حبي اليوم اعمل فيديو. فاذا let's go. شو يعني الوسايا التالت؟ شو يعني احفظ يوم قرب؟ يعني لازم نحفظ يوم الرب، واليوم الرب يعني نهار الاحد. نهار الاحد لازم نحفظه، يعني ممنوع يعني لازم نحفظه، لازم نروح على القداس نهار الاحد، لازم ما نشتغل نهار الاحد، يعني الاهالي اكيد ما يشتغلوا نهار الاحد، لازم نرتاح، يعني كل العائلة يرتاحوا، يعني الباي الاب الام الاخ الاخت الاولاد، حتى يعني اليوم فيكون اليوم العائلة، يعني نجتمع هيك عيلة حلو، كمان نكون نروح عند العيلة عكوزان كوزين أصحاب، نروح القداس، نروح الكنيسة، نزور القديسين، يعني هيك يعني أحفظ يوم الرب. يعني ما نشتغل نهار الأحد، رياحة نرتاح، نروح القداس، نكون مع العيلة. يعني هذا الوصايا اليوم هذا الوصايا كليتة أحفظ يوم الرب. فسكلت لكم منيح شو يعني، هلا يمكن فسرت لكم منيح شو يعني احفظ يوم الرب. يعني نهار الاحد ما بنشتغل، بنروح الكنيسه، بنكون مع العائله، بنروح مع الاصحاب، يعني هيك اليوم الرايحه. يعني نهار الاحد بنرتاح وما بنشتغل، فارتاحوا منيح اليوم وان شاء الله. واليوم يعني اليوم الاحد، فاذا قديس مبارك للكل يلي راحوا على الكنيسه اليوم، كانوا اليوم الاحد. لكن انا معكم يا حبايبي على الفيديو الثاني.